الجامعه بيوفر علاج لاي حد مصاب بفيروسي. انتوا عارفين كده احنا عندنا اتفاقيه مع صندوق تحيا مصر علاج كل الطلاب الجامعه المصابين بفيروسي. السنه اللي فاتت عملنا سيرفي بس على 15,000 طالب، لقينا في تقريبا 16 حاله مصابه، دول وفرنا العلاج بالمجان تماما، والحمد لله طبعا دلوقتي العلاج اصبح متاح وبيتم القضاء على الفيروس بشكل سريع وزي الاول. علشان كده الهدف من الحمله دي طبعا وزاره الصحه بتوفر علاج للمصابين. يعني هو اللي بيطلع عنده فيروس بيتبعت له رساله انه توجه للمكان الفلاني وهيلاقي العلاج بتاعه هو اللي بيتعالج في المستشفى او اماكن اللي هيبقى مكتوب على الكارت بتاع العلاج. احنا كمان في الجامعه لا قدر الله اي حد مصاب احنا بنوفر له العلاج كومبليتلي فري، يعني مش هيدفع على حاجه. عشان كده الفرصه فرصه ان احنا نقضي على هذا المرض اللعين. زي ما الدكتور قال كلنا بلا استثناء كان لنا حد قريبنا يعني فقدناه او ان هو مصاب بسبب هذا الفيروس اللعين. الفرصة ان احنا نقضي على المرض ده عشان الاجيال القادمه. الى الحلقة اذا حبينا نغير مصر فلازم هنغيرها بفكر تاني بشباب تاني. الكتله الحرجه ديت اللي هي زي ايه؟ حجر وبيترمى في ميه راكده، والميه الراكده ديت لما الحجر بيترمى فيها فموجه تجري ورا موجه تخلق موجه، موجات من التغيير. فموجات التغيير